هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيش تمام يا ناس. حبايبي الكرام، جات لكم مقطع جديد يا اساطير مثل ما انتم شايفين. حبايبي الكرام، مقطع اليوم شباب استعراض احد اعضاء كلان شباب. رح نعمل سلسله استعراض اعضاء الكلان وحساباتهم والى اخره الشباب. هيك يا حلوين حبايبنا الكرام، قبل ما نبلش المقطع يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات. خلينا ندخل على السر يا شباب. ما بدي اطول عليكم شباب، يعني مثل ما انتم شايفين شباب، اول دخله اسطوريه يا اساطير عندنا هون الساكورا. الساكورا حبايبي مثل ما انتم شايفين، اوكي شيل لوز اللوز. اول شيء شباب، طبعا شباب رح اعمل لكم استعراض سريع، اوكي استعراض سريع لهم الفاير باسات حبايبي مثل ما انتم شايفين شباب. رح نعمل استعراض عن طريق الشخصيات حبايبي. عندنا هون ماكسيم، عندنا موجود في الساكورا شباب، عندنا مارو موجود في الفاير باس الثاني شباب، عندنا هون فاير باس الثالث حبايبي، والرابع والخامس وما اتذكر شباب، ما اتذكر. هون عندنا فاير باس البنت تبعت الساكورا حبايبي، عندنا هون الوك شباب فاير باس يمكن الخامس ولا السادس صراحه شباب. فاير باس ثاني بالنسبه للبنت يا اساطير، فاير باس سابع شباب، اهم يعني احلى فاير باسات باللعبه شباب مثل ما انتم شايفين. اوكي يا اساطير، فاير باس يمكن الثامن ولا التاسع ما اتذكر. وعندنا هذا السكين شباب، هذا السكين راح نرجع شوي. شوفوا هذا السكين شباب، هذا شاب من اندر سكنات باللعبه. طبعا هذا بلا حساب شباب، اكتشفت فيه اشياء يعني كثير نادره حبايبي مثل ما انتم شايفين. عندنا هون شاب، خلينا نخليكم هون، نرجع لهذا السكين كمان. وهون بالنسبه للبنت يا اساطير، عندنا هذا فاير باس كمان ما بعرف يمكن ال11 ولا بصراحه ما اتذكرهم شباب، بصراحه كثير فاير باسات فاير باسات. هون عندنا الكنزات الهيرويك وكل الشباب حبايبي مثل ما انتم شايفين. اوكي اوكي شباب، لا خلينا ندخل على الحساب شباب ونستعرض اللوز. اللوز هون عندنا شقيناء اسطوري، هون السكنات شباب، يعني حطيت السكنات الرئيسيه يعني لازم نشوفهم بعضنا. هون لوز اللوز، اوكي هذا السكنات عادي، شوف الشكل البيض. اوكي شباب، لا شباب ندخل نبلش بالتج. طبعا شباب رح ندخل نفرجيكم على اليسار. بالنسبه شباب اللايكات شيء اسطوري، شيء حلو. اوكي الفاير باسات مشحونه يا شباب، الحساب يعني فيه موجود فيه كل الفاير باسات حبايبي. عندنا هون البروفايل، اوكي نشوف البروفايل بالمصنف كم كاد 8 يا شباب، يعني شي لوز اللوز هيد شوت 37 8 والله حلو، حلو كثير حلو شباب. خلينا نشوف، نرجع لورا هون 4 هي بالديو، شي اسطوري شباب، يعني اللوز اللوز لوز اللوز. هلا شباب خلينا ننتقل الان ونشوف ابو الخزنه الان شباب، شوف ابو الخزنه يا اساطير. طبعا شباب هذا هو الاشياء الموجوده شباب، راح افرجيكم اهم الاشياء الموجوده. طبعا هون عندنا هذا السكين الرانيا روك مثل ما انتم شايفين، هذا طبعا اول قبل كل شيء عندنا هي الوشاح النادر، وعندنا هي كمان شباب، وهذول يعني من الاشياء النادره كثير كثير شباب باللعبه. اوكي نفرجيكم اهم الاشياء شباب بالحساب. هاي كمان شباب نادرة كمان، يعني اشياء يعني غريبة شباب. عندنا هون الشورت شباب، هذا الشورت من يعني من الشورتات القديمة كثير كثير، مرة نزل بكود ولا ما اتذكر حبايبي كرام. يلا نرجع شباب ونشوف من اول وجديد، نطلع نفرجيكم اهم الاشياء. هون عندنا الفاير باسات، السكنات الجميلة، هون السكن خلينا نفرجيكم اول شيء بس قبل نفرجيكم هيك بعدين قول لي شوفوا هاي ما احلاها حبيبي والله. حلو شباب، عندنا البروفيسور، اوكي عندنا هون هذا السكين ناقصه شيء، عندنا هون هذا اللي تبع هذا، عندنا هذا سكين البوكسر، سكين الابيض كمان هاي، والله شيء حلو كثير كثير شباب. قول لي والله شباب فيه سكينات يعني كثير اسطوري. هل اوه هذا سكين كان قديم يعني من اقدم السكينات، اوه هذا السكين شباب يعني صار له سنتين نازل. عندنا هون سكين الارنب شباب، والله شيء حلو. هون تبعت الحاضنة بالبالونة وما بالونة واشياء لوز اللوز. طبعا شباب اوه سكن الدكتور شباب، راح يكون في ليش في سكن جديد لهذا الدكتور شباب، وراح ينزل يعني قريبا يشبه له. اوكي خلينا نكمل شباب. هون عندنا تبع المسمار، هون عندنا هذا بنعرفه بنعرفه، هذا بنعرفه كمان، حاضنة الدولة تبعت اللعيبة عندنا هون شباب، عندنا هذا السكين شباب من سكنات النادرة كمان. بالنسبة لهذول شباب هذا عندنا هذا السكين الساموراي حلو اسطوري، عندنا هذا السكين الملك شباب من سكنات القديمة كمان. خلينا نشوف شباب هذول الأشياء اللي راح ننزل شوي شوي يعني. اوكي عندنا عندنا الوقت تبعت شو كان اسمه السجين، عندنا تبعت
جاز وما جاز وكلش لوز لوز موجود. هون عندنا الفاير باس ثاني حبايبي مثل ما انتم شايفين، هذا فاير باس ثاني. اوكي مفرجتكم شوي يعني السكوره وكلش لوز. خدخلوا مباشره شباب. اوكي عندنا البروفيسور شباب وعندنا الكريمينال شباب. الكريمينال عندنا كريمينال اصفر، وعن هذا السكين شباب كمان من احد السكنات النادره كثير ويلي. اوكي هذول العاديات شباب. اوكي شباب هذا هو بالنسبه للسكن الملك. خلينا نرجع نشوف هون بشكل سريع شباب الاشياء الموجوده هون. خلينا نشوف شو في عندنا. شي نادر هذا كمان من السكنات القديمه كمان. خلينا نشوف. اوه حبايبي شوفوا هذا، هذا السكين شباب كمان من السكنات يعني نادره كثير يعني. قولي 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 الساكورا شباب معروف يعني، فرجيتكم اياه من اول ما دخلنا. عن هذا الفاير باس وهذا السكنات اللي بنعرفهم شباب. اوكي ما راح نطول عليكم اكثر من هيك حبايبي، نفرجيكم يعني هذا السكين كمان من احد السكنات النادره شباب. عن جد والله يعني موجود بهالحساب اشياء نادره كثير كثير. لوز اوكي هذول عندنا اياهم نعرفهم. الساموراي بقت بيت الساموراي، البقت البوغو الشيطان، سكين الشيطان حبايبي يعني والله شي لوز. عندنا هدول مثل ما فرجيتكم اياها التيشيرتات الهيرويك القديمه حبايبي. عندنا هي كمان كان فيهم جاكيت جاكيت هون تبعت الحاضنه جاكيت 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 جاكيت. كان شفت الجاكيت شباب الجاكيتات القديمه الموجوده ايام زمان. اوكي والله شي حلو شي حلو. هيدا وهيدا 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 السجين وهاد التيشيرتات البوتات حبايبي مثل ما انتم شايفين كل شيء موجوديه تقريبا. شوفي كمان عندهم شوفي كمان خلينا ننزل نشوف. هذول كمان قديميات حبايبي. اوكي كنز السوداء. طبعا شباب رح افرجيكم شيء كمان مهم كثير حبايبي. اوكي خلينا نشوف رح افرجيكم الاحذيه اقدم احذيه باللعبه شباب يعني ما هي موجوده عند الكل. ركزوا معي شباب يعني ما اعرف اذا رح تعرفون يمكن رح تستغربوا من مكانه. هذول احذيه شباب شايفين احذيه هذول شوف الاحذيه شباب. هذول احذيه يعني من قديم احذيه الفوتبول شباب من اقدم الاحذيه باللعبه شباب يعني. صراحه انا ما عنديهم بحسابي بس يعني نيالو صراحه هذول شباب شي لوز اللوز صراحه. هذول يعني واو 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 واو. خلينا ننزل تحت نشوف شو في ما فيهم شباب. عندنا هون نفس الشيء الفاير باس الثاني هذول شفناهم لوز اللوز لوز اللوز. ايه حبايبي ونسيت اقلكم كمان حبايبي هون في الاشياء دول تشيكتات كنت عم بدور عليهم ما شفتهم من شوي. هاي التشيكتات اللي كنت عم اقلكم عليها الشباب والله يعني شيء كثير حلو حبايبي. هون هذول كلياتهم بتعرفوهم هذول اهم الاشياء. التيشيرتات شباب في تيشيرت كمان يعني تيشيرت 2018 حبايبي مثل ما انتم شايفين رح فرجيكم اياه. وينه؟ فرجيكم اياه يا اساطير. وين التيشيرت 2018؟ كان في تيشيرت حبايبي 2018 ما اعرف وينه. هذول الشباب يعني الباندا وما باندا وشي يعني مضحكين كثير يا زلمه. هذا هو 2018 هذا هذا التيشيرت كثير قديم شباب كثير من التيشيرتات الديباغدوغ القديمات والله يعني الشباب شي لوز اللوز شي لوز اللوز يا اساطير. اوكي حبيبي وبالنسبه هذول كمان الاقنعه الشباب مثل ما انتم شايفين هذا كمان واحد من الاقنعه كمان النادرات. الوشاح اللي فرجيتكم اياهم شباب هذول الاشياء اللوز 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 هذول هنا حبايبي. اعتقد شفنا كل الاشياء شباب بالنسبه للشباب لسكنات الشباب حبايبي. هذول هنن حبايبي ما اعرف شباب اكتبوا لنا يمكن اذا في شيء ما ذكرته اكتبوا لنا هو بالتعليقات حبايبي. الجوكر كلش لوز اللوز الفاير باس الفراعنه وهذول كلياتهم شباب شفتوهم تحت يعني شيء واو 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 واو. اوكي خلينا ننتقل الان شباب للمسكنات البنات شباب. طبعا شباب الصراحه شفت الحساب بشكل سريع شباب بالنسبه للفاير باس الاول. اوكي هذول كلهم نعرفهم يعني. هذا السكين شباب هذا السكين اللي هبلني شباب اللي هالسكين شباب لما اول ما شفته شباب يعني ما اعرف 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 شو بدي اقول لكم. سكين واو. هذول السكنات النادرات شباب عنهم بروفيسور. اوكي شوفوا السكين هذا ما احلاه شباب عن جد هالسكين شيء واو. ما اعرف شباب نو كومنت يعني عن جد اشياء نادره دول تبعت الذئاب حضنه الذئاب. الكريمنال نفس الشيء الكريمنال هي والله شيء كثير حلو. خلينا يا شباب نشوف هون الاشياء الموجوده هون عندنا بالنسبه لسكنات البنات حبايبي. اوكي شباب هذا هون بالنسبه لسكنات البنات حبايبي يعني موجودة تبعت الحاضنات وما حاضنات والاشياء اللوز. طبعا شباب الصراحه السكنات البنات ما بعرف فيهم كثير. عن جد هذول فاير باس وما فاير باس شباب يعني شيء
very crazy في crazy bro شيء very crazy شباب يعني واو 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 في سكنات شباب ما كنت عارفهم مدى سكن الفاير باس كان ولا ما اعرف شو والله يعني شباب يعني شيء تبع رانيا روك هذول بالنسبة لسكنات البنات شباب يعني هلا اكيد بسكنات ما راح تشوفوا والله يمكن في بنات يكتشفوا انه موجودة هالسكنات يعني طبعا سكنات كتير قديمة شباب الا القديمين اللي بيعرفهم يعني هذا بالنسبة لهي الفاير باس كان فاير باس كمان هي اللي تبعت العلامه نزلت من سنتين كمان عندنا هي كمان هذا السكن شباب من السكنات القديمه كمان هذا السكن الساموراي شباب والفاير باس عندنا هون فاير باس وهون عندنا الفاير باس السابع الرابع ولا الخامس الهيب هوب فاير باس الهيب هوب البنت وكثير كثير من الاشياء حبايبي مثل ما انتم شايفين يعني الصراحه واو شيء لوز اللوز دو تبعت الحاضنات يعني الصراحة ما أعرف شو بدي أفرجيكم حبايبي في كتير من الأشياء الأسطورية هون تبعت الساموراي عنا هاي أوكي سيسين سجين نشوف نفس الشيء خلينا نشوف الأقنعة عشان بشكل سريع ممكن ننزل على شيء هون تبعت المصاص الدماء من أحد الإسكنات كمان الأسطورية القديمة شي لوز هدول الساكورا حبايبي الساكورا هذا سكين الساكورا فرجيتكم إياه يعني من شوي شي لوز اللوز بنت حلو كتير اسطوري شباب هذا سكن الحاضنه كمان من سكنات البنات الحلوات كتير خلينا نشوف شوف هون كمان والله في هون وشاحات اسطوريه كمان هذا ونفس الشيء القناع والوشاح نفس الشيء يصير للشاب وللبنت خلينا نشوف الجسم الاجسام شباب الاجسام ما انتم شايفين حبايبي الاجسام هذول كلات الفاير باس اللي فرجناكم اياهم من شوي رانيا روك وهذول والله شباب يعني كمان في سكنات بنات اسطوريه كمان يعني مثل ما انتم شايفين حبايبي صراحة هذا سكين شباب من أحلى سكنات شباب صراحة بالنسبة يعني من أحلى سكنات الفاير باسات تبعت البنات شباب صراحة يعني شي لوز اللوز هذا هو نفس الفاير هيب هوب هذا تبع الساكورا شي ريلي واو هذا نفس الشي نزل من 3-6 شهور ولا ما أعرف شو ما أتذكر هذا كمان نفس السكين اللي فرجيتكم إياه من شوي يشبه السكين الشاب بالنسبة للبنات هذول هنا شباب خلينا نشوف شو في هون والله شيء لوز اللوز حبايبي تحت هاي القميص يعني صراحة شباب حساب أسطوري صراحة حساب أسطوري شباب يعني هاي ما كنت بعرفه موجودة حلو والله اللوز أوكي تشرد نفس الشيء شباب يسولوا للشباب والبنات هدول كمان أوكي خلاص هدول نعرفهم حبايبي نعرفهم يعني من زمان هدول هني نفس الشيء فرجيكم يعني شوف شباب عشان اتاكد ممكن مرات بنزل على شيء لسه شيء نادر شباب مرات في يعني سكنات نادره للشباب والبنات فهمتوا علي كيف؟ مخصصات للبنات والشباب هذول نفس الشيء تقريبا طبعا هون بنطال برازيلي وهذا السكين من احد السكنات النادره كمان شباب هذيك يصير شكله شباب للبنات اوكي هذول هن شباب فرجيناكم اوكي الان شباب راح ننتقل الى الاسلحه نشوف شوف عندهم الاسلحه شباب M4 عنده تقريبا كل الامفورات شباب 12 امفور موجوده يعني من الامفورات الجميله جدا معنا شباب افضل امفور بالنسبه لي هذا اوكي اساطير الاي كي عنده الاي كي دايم شباب ما عنده الاي كي شكله ماله جايب الاي كي غريب متستغرب انا كيف مو جايبه غريب كثير انا السكار تيتا شباب انا جايب السكار هسه مو مطوره عن السكار هذا يعني سكارات اقوى سكارات باللعبه 10 سكارات الجروزات هذول هن يا اساطير طبعا شباب بحاول امشي بسرعه شباب عشان ما يطول عليكم كثير شباب مثل ما انتم شايفين حبايبي هون الفاماس 9 فاماسات شي لوز اللوز خلينا نشوف شو يعتبر هذا الفاماس الازرق يعتبر افضل شيء الدراجون اوف هذا نفس الشيء الاكس ام ويت هذول هن كمان موجودات حبيبي والله الان اهم الاسلحه البلازما عنده تقريبا كل البلازمات اللي نزلوا باللعبه يمكن الاوك ما عنده سكين الاوك ولا النقاط اوكي اليو ام بي شباب ندخل الان على الرشاشات يا اساطير على الرشاشات حبايبي هذول الرشاشات اليو ام بي والام بي 5 يعني السكنات المعروفه حبايبي في اس اس والام بي 40 عنده الرقصات هذول عنده جميع الام بي 40 يا شباب تقريبا كل الام بي 40 موجوده بالحساب شباب كلش موجود البي 19 شباب لوز التامبسون حبيبي والله شيء اسطوري كمان البيت عنده الشوت جان طويل ماكس فل الشوت جانات الطويله حبيبي والله
الشوتغانات البربر موجود هذول. اوكي السنايبرات والكارات والهذا مسدسات شباب هذول ما مش مهمات كتير يعني موجود شيء حلو. الطاوات يعني تقريبا كل الطاوات الموجودة باللعبة هي طاوات هي كانت تبعت الشاحن المسبق. السيوفة المضارب أو الكاتانا المنجل ما في سكين المنجل القبضات. والله صراحة شباب هذا السكين أول ليه شو هاي حبيبي والله هي حلوة هاي. القنابل شباب مثل ما انتم شايفين قنابل لوز اللوز لان راح ننتقل على الرقصات شباب طولوا بالكم. الثلجات كل الثلجات تقريبا موجودات باللعبة شباب الثلجات القديمة شي حلو والله شي حلو كثير كثير اسطوري. انا شباب خلينا نشوف على الاخرى دولي. اوكي هذول اللانشرات مش مهمات كثير صراحة وهذول اوكي الشباب الحلوين. لا خلينا ننتقل على الاشياء الموجودة بالمن بس انا اشوف الحيوانات الاليفه شباب عنده كل الحيوانات الاليفه موجوده الا هذا صراحه انا ما بعرف شو مستفاد منه مهاره يدي دراعين لجدار. هذا ولد يرجع اوكي حلو اوكي شباب خلينا نطلع على مجموعه الان شباب نشوف الرقصات شباب حاطط هالرقصه هاي وهاي بيت الضغط الضحيكه الهلو الهاي البيت التراكسيون القلب اوكي رقصة اللي رقصة الكوبرا القلب الكرسي الهاي والله يعني شباب ايه تفصل شوي راح نسوي نظبط اوكي حبيبي فصل ما اعرف ليش فصل رجعت ربطته اوكي ما اعرف مرات يفصل هذول نرجع للرقصات شباب البويا والكرة الرقصات القديمة هذول يعني تقريبا كل الرقصات الموجودة شباب ما في رقصة بالحساب مش موجودة هاي فنش التشانكي شان والله يعني شباب معروف هذه الرقصات راح امشي بشكل سريع اوكي هذول الرقصات الموجوده عنده رقصه الوك ولا الخر ولا هاي شكله ما كان الشحن تبع احداث مون بانش مان غريبه اوكي هذول باقيانو رقصه اوكي كريستيانو اوكي باقي له هالرقصات ما عنده اياها يعني. مركبات شباب عاديات موجودات تقريبا كلياتهم حقيبة الفاير باس اول الثاني والاخير يا حبايبي الكرام خلينا نعمل لكم اياها باستعراض بشكل سريع يا اساطير. والله شباب ما بدنا نطول عليكم كثير بالمقطع لوحة الركوب الموجودات كلهم يا شباب يعني شي لوز اللوز. اوكي حبايبي الكرام يعني هيك وصلنا تقريبا لنهاية الاستعراض حبايبنا الكرام. لا تنسونا من اللايكات والشيرات والبارتاجات وكل الاشياء الاسطورية شباب حبايبي والله هدول المظلات يعني وصلنا لنهاية المقطع حبايبي. شفنا كل الأشياء الموجودة أوكي يعني كل شيء لوز هدول الأفاتارات حلو كتير والرايات شباب حبايبي الكرام. إن شاء الله عجبكم شباب المقطع أعطونا تقييمكم للحساب هذا الأسطوري حبايبي وما أعرف صراحة يعني شيء لوز صراحة يعني ما أعرف إذا كل شيء استعرضنا اوكي حبايبي يعني شفنا كل شيء تقريبا كل شيء شباب شخصيات خزنات حيوانات مجموعات اسلحه السكنات يعني كلش شباب حبايبنا ان شاء الله انبسطتوا معنا حبايبنا لا تنسونا باللايكات مره ثانيه وبالشيرات والبارتاجات ونشوفكم مقاطع جديده يا اساطير الى اللقاء.